تمر الحياة بسرعة، وفي لحظة الكارثة قد تحل. عندما تشكل خياراتكم الفرق بين الموت والحياة، ماذا تفعلون؟ ضعوا أنفسكم تحت الاختبار واعرفوا إن كنتم تمتلكون ما تحتاجون إليه لتبقوا على قيد الحياة. نفذ أو انفذ. القفز بالمظلة ليس رياضة لأصحاب القلوب الضعيفة، حتى لو أثبتت الإحصاءات أنه أكثر أمناً من قيادة سيارة، إلا أن هناك حوادث مميتة كل عام. المجازفة الكبيرة لافرن إيفريت ليس لديها فكرة أنها في خطر أن تصبح في هذه المخاطر. فكرة من كانت؟ فكرتي أنا. أنا متحمسة جداً. لعيد ميلادها 40 تحقق لافيرن حلم حياتها بالقيام بقفزة ترادفية. أنتم ستقفزون أيضاً. على ارتفاع 13,000 قدم يخرج ثنائي باريل من الطائرة، في حين ينشر المدرب الترادفي مظلة صغيرة تسمى المرسات، تبدو قفزة مناسبة للتصوير. لكن عندما اقترب المصور بدأ أنه مشهد رعب خيالياً. نصف لافيرن معلق خارج السرج على ارتفاع أكثر من 3 كيلومترات في السماء. أربطة جسدها العلوي انزلقت حول كتفيها وتطاير قميصها فوق عينيها. إنها تطير من دون أن ترى، والشيء الوحيد الذي يمنعها من السقوط السريع للموت هو ركبتاها الملتفتان حول الحبال وقبضة زميلها المرتجفة. يداه مشغولتان. ضعوا أنفسكم في سرج لافير. إنقاذ أنفسكم منوط بكم. ماذا كنتم لتفعلون؟ أي تصلون إلى حبل مظلة زميلكم وتسحبون المظلة الأساسية. بي تفتحون أذرعكم كالنسر لمقاومة الرياح. أو سي تمسكون بذقونكم وتصمدون في رحلة جامحة. هذا ما يجب أن تفكروا فيه. أنتم في سقطة حرة على ارتفاع آلاف الأمتار عن الأرض وتنزلقون خارج سرجكم. المدرب الرديف سحب آنفاً مظلة المرسات، ما أبطأ هبوطكم من 270 كيلومتراً في الساعة إلى 190 كيلومتراً في الساعة تقريباً. لكن هذا لا يزال يعني أنكم تسقطون بسرعة 52 متراً في الثانية، وهذا يساوي تقريباً مبناً من 20 طبقة سكنية في الوقت الذي تحتاجون إليه لتعطسوا. على هذا المعدل ستصطدمون بالأرض في أقل من دقيقة. إما تطيرون وإما تحاربون، حددوا خياركم. أي تصلون إلى حبل مظلة زميلكم وتسحبون المظلة الأساسية. بي تفتحون أذرعكم كالنسر لمقاومة الرياح. أو سي تمسكون بذقونكم وتصمدون في رحلة جامحة. اختاروا بحكمة. إذن ماذا تفعلون؟ مع اضطرابكم من الأرض بسرعة تستطيعون كسب الوقت عبر الوصول إلى حبل مظلة زميلكم وسحب المظلة الأساسية لإبطاء سقوطكم. ففي أي حال كيف يكون الإبطاء خياراً سيئاً إن كنتم تقتربون من الأرض كالقطار السريع؟ عند فتح تلك المظلة تنتقلون فوراً من 192 كيلومتراً في الساعة إلى 30 كيلومتراً في الساعة فقط، وإن قوة هذا التباطؤ الفوري قد تصل إلى 4 أضعاف قوة الجاذبية، أي أكثر مما يشعر به رائد الفضاء عند الإقلاع، وأكثر بكثير مما يتطلب لإخراجكم من السرج. حاولوا سحب مظلتكم الآن وستخسرون شبكة السلامة كلها. إن أردتم الإبطاء قد يغريكم فتح أذرعكم كالنسر لخلق مقاومة ضد الرياح. فور إفلات أيديكم ستعتمدون على أقدامكم لإبقائكم معلقين.
قد ينجح هذا الأمر مع فناني التأرجح، لكنهم لا يحاربون رياحاً من الفئة الثالثة من قوة الإعصار. إن فتح أذرعكم سيخلق مقاومة أكبر للرياح، لكنه قد يضعكم أيضاً في حلزونة مميتة. في الطائرة، إن تسببت مشكلات كالاضطراب بهبوط أحد الأجنحة، تذهب الطائرة إلى الأسفل باتجاه الجناح. لكن للطائرات موازنات ديناميكية لتصحيح عدم توازنها، أما أنتم فلا. إن فتحت ذراعي ودفعت الرياح السريعة إحداهما إلى الأسفل، قد تصبح في دوران لا يمكن التحكم به يخرجك بسرعة من سرجك. حاولوا أن تطيروا وأنتم تقعون. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ إن أردتم النجاة من هذا السقوط الخطر، فأفضل فرصكم أن تمسكوا بذقونكم وتتمسكوا جيداً، ولأنكم لا تستطيعون سحب المظلة الأساسية إلى أن تصبحوا آمنين بما يكفي من قوة الجاذبية، خياركم الوحيد هو خلق أقوى تمسك ممكن. تخيلوا جسدكم كملقة كبير، التمسك بذقنكم أو بأي جزء أسفل الخصر سيغلق نصف الحلقة وسيبقيكم ملتفين حول سرجكم السائل. بالنسبة إلى لافيرن، فإن هذه الوضعية الآمنة أعطت مدربها الثقة الكافية لسحب المظلة الأساسية. لحسن الحظ نجت من الصدمة المبدئية، وفي دقائق عادت إلى اليابسة مرتجفة ولكن حية لتحتفل بعيد ميلادها الذي لا ينتسى. من المشكلات في السماء إلى الجحيم على العجلات، استعدوا لأننا سنختبر مهاراتكم مرة أخرى. مئتا ألف دراج تقريباً يذهبون إلى غرفة الطوارئ كل عام، ومنذ عام 2001 وقعت 53 ألف حالة وفاة تقريباً ارتبطت بحوادث الدراجات النارية في الولايات المتحدة فقط. في مطلع أيلول سبتمبر في لوغان يوتا، يشق تلميذ الجامعة طريقه بين ازدحام الصباح، عندما فجأة تظهر سيارة ضخمة على مجازه. ولأنه ينتقل بسرعة 64 كيلومترا في الساعة، تدفعه القوة الدافعة إلى الأمام. تنفجر دراجته فور اصطدامها، والآن إنه محشور أسفل 1700 كيلوغرام تقريبا من الحديد المشتعل. إنه في وعيه الكامل لكنه عالق، ليس هناك ما يمكنه فعله. إنها فوضى مشتعلة، تحترق الدراجة النارية تحت السيارة المشتعلة. الأمر أخطر مما يبدو. منذ لحظات سائق السيارة قطع الطريق على الدراج، وهو الآن عالق أسفل طنين تقريبا من الحطام. جسده قريب من النار إلى حد الخطر، وبدأت ثيابه تتغطى بالدخان. ضعوا أنفسكم مكان أول الواصلين إلى الموقع. عليكم أن تتصرفوا بسرعة وإلا مات الدراج. ماذا كنتم أنتم فاعلون؟ أي تجمعون المارين لترفعوا السيارة وتسحبوه إلى بر الأمان. تستخدمون سيارتكم لدفع الدراجة المحترقة بعيداً من الضحية. أو سي تجلسون في مقعد السائق في السيارة المنبعث منها الدخان وترجعون ببطء. هذا ما يجب أن تنتبهوا إليه. الدراج عالق تحت السيارة التي تزن طنين تقريباً على بعد سنتيمترات من النيران التي يحرقها الوقود، ولأن الحرارة قد تصل إلى أكثر من 900 درجة مئوية. إنها كالحمم الذائبة.
داخل المصد الأمامي للسيارة هناك ممتص صدمات مضغوط مملوء بالوقود، في حين تتسبب الحرارة الناتجة عن الحريق بتمدد الغاز داخل الأسطوانات، يتراكم الضغط حتى ينفجر فيتحول مقدم السيارة إلى شظايا مميتة. لكن بالنسبة إلى الدراج، الخطر الأكبر قد يكون ما يسميه الإطفائيون أنفاس جهنم، وهي دخان مميت ناتج عن احتراق المواد المصنعة الحديثة. قد تتسبب الكثافة العالية لهذه الغازات السامة بالموت في غضون دقائق. ليس هناك وقت تضيعونه، إما تتصرفون وإما تموتون، حددوا خياركم. A. ترفعون السيارة وتسحبوه إلى بر الأمان. B. تستخدمون سيارتكم لدفع الدراجة المحترقة بعيداً من الضحية. أو C. تجلسون في مقعد السائق في السيارة وترجعون ببطء. إذن ماذا تفعلون؟ انتشار النيران بسرعة قد تدفعكم غرائزكم إلى اختيار الخيار الأسرع المتاح، قيادة السيارة بعيداً من الضحية. لكن لأنه من المستحيل معرفة وضعيته، فقد تقومون بدفع السيارة فوق جسده. أيضاً هذه الغازات السامة نفسها التي ترشح أسفل السيارة تملأها، وإن لم يكن بإمكانكم التنفس فلن تتمكنوا من المساعدة. إن اخترتم القفز في مقعد السائق وإرجاع السيارة عن الضحية، فقد تتوجهون إلى النهاية. ولأن النيران تزداد، فقد تختارون سيارة لدفع الدراجة عن الضحية. لكن داخل المصد ارتفعت حرارة ممتص الصدمات المملوء بالغاز، وهو جاهز للانفجار. لذا إن كنتم في مقدم السيارة فأنتم في منطقة الانفجار. يتعلم الإطفائيون الاقتراب دوماً من مقدم ومؤخر السيارة بزاوية 45 درجة لهذا السبب تحديداً. لكن حتى لو كنتم محظوظين ولم تصبكم الشظايا المتطايرة، فليس هناك ما يضمن تمكنكم من سحب الدراجة العالقة. ومحاولة دفعها بسيارتكم سيضع سيارتكم في خطر الاشتعال. إن قررتم دفع الدراجة المحترقة من الطريق، ستكون آخر حركة تقومون بها في حياتكم. إذن ماذا يجب أن تفعل؟ في حين آمن طريقة وأمثلها هي انتظار المستجيبين، في هذه الحال ليست خياراً متاحاً. يحتاج الدراج إلى المساعدة فوراً. إن أردتم منعه من الاحتراق حياً، أفضل خيار سيكون رفع السيارة وسحبه بعيداً من النيران. أولاً، جمعوا قدر الإمكان أشخاصاً واقتربوا من جانب السيارة. ثانياً، اركعوا على ركبكم، اسحبوا هيكل السيارة من الأسفل وارفعوا. قد يبدو رفع سيارة زنة 1700 كيلوغراماً مهمة مستحيلة، لكن تقنياً أنتم بحاجة إلى رفع نصفها فقط. في هذه الحال تحتاجون إلى 13 شخصاً لإمالة نصف السيارة عن الأرض، كل منهم سيحمل نحو 63 كيلوغراماً أو ما يوازي وزن أكثر من 3 قنان مياه سعة 5 جالونات. عادة يجب أن تحركوا ضحية الحادث أقل ما يمكن، لكن هنا من الضروري إخراجه من أسفل السيارة المشتعلة. بعد لحظات تطفئ الشرطة الحريق، وبعد ذلك بقليل يهرع المسعفون إلى الموقع لإنقاذ حياة الدراج. بفضل تصرف المارة السريع عاش. اجمعوا المارة، ارفعوا السيارة، اسحبوا الضحية إلى الأمام. هذا ما يجب أن تفعلوه إن لم تودوا أن يموت. تضعون أنفسكم في خطر،
لتنقذ حياة أحدهم. الآن حان الوقت للهدوء والذهاب في رحلة إلى البحر الأزرق العميق. إنه عالم غامض وداكن تحت المياه قبالة شواطئ كولومبيا البريطانية، مكان لا تكاد تصل إلى قعر محيطه أشعة الشمس. وإن كنتم تبحثون عن عملاق قعر المحيط فتعالوا إلى هنا. احذروا فقط أن العملاق الضخم الذي تبحثون عنه هو أيضاً لا يراكم. خمسة وعشرون متراً تحت سطح شمالي المحيط الهادئ، حيث المنزل البارد للثروة الحيوانية الضخمة ومخلوقات البحر الغامضة. إنه أفضل مكان لعالم الطبيعة دوغ بامبرتون وزميله في الغوص لتصوير المخلوقات الماكرة التي تسكن هذه المملكة المائية. في رحلة الغوص هذه يأملان أخذ لقطة قريبة وشخصية مع حيوان محدد، أخطبوط الهادئ الضخم. ولن يطول الوقت قبل أن يجد دوغ ما يبحث عنه. يتراجع الحيوان الذي يبدو خجولاً بسرعة إلى عرينه الصخري، لذا يقترب دوغ لإلقاء نظرة عن قرب. خطأ كبير. يتملك دوغ الذعر فيما يحكم الأخطبوط الضخم قبضته. كلما صارع ليتحرر علق أكثر، والأسوأ من ذلك أمسك الأخطبوط بمنظم التنفس الخاص به. الآن اربطوا أنفسكم في أذرعه واعرفوا إن كنتم تمتلكون ما تحتاجون إليه لتبقوا أحياء. ماذا تفعلون في هذه الحال؟ أي تستخدمون القوة الوحشية لإبعاد أذرعه، بي تقاتلون وتقرصون مصاط الأخطبوط، أو سي تفلتون حزام الوزن وتتجهون إلى السطح. هذا ما يجب أن تتنبهوا له. أنتم تغوصون في عمق البحر مسافة 25 متراً نحو الأسفل، وعلقتم في قبضة أخطبوط الهادئ الضخم المميتة، أذكى الحيوانات اللافقرية. لديه العقل الكافي لحل أكثر المشكلات تعقيداً، والعضلات القوية لشطر العمود الفقري للقرش شطرين. كل واحدة من الأكواب الماصة البالغ عددها 2200 تحتوي على آلاف المستقبلات الكيميائية، ما يجعلها حساسة لللمس والذوق. وهي مؤلفة من العضلات الخالصة، ما يسمح لكل ماص بخلق عازل هوائي حول أي شيء تلتف حوله. الآن إنها تلتقط منظم التنفس الخاص بكم. لديكم خيارات أقل من أذرع الأخطبوط، واحد منها صحيح فقط. ماذا تختارون؟ أي تستخدمون القوة الوحشية لإبعاد أذرعه، بي تقاتلون وتقرصون مصات الأخطبوط، أو سي تفلتون حزام الوزن وتتجهون إلى السطح. اختاروا بحكمة. في تلك الحال ماذا تفعلون؟ إن ظننتم أن عضلاتكم ستحرركم، فقد تستخدمون قوتكم الوحشية وتحاولون التحرر من أذرع الأخطبوط. لكن من الأقوى في هذه المنافسة؟ كل كوب ماص في ذراع الأخطبوط يرفع 15 كيلوغراماً. الأخطبوط الذي يلتف حول رأسكم لديه 300 في الذراع. حتى إن تمكنتم بطريقة ما من الإفلات من ذراع، فلدى الأخطبوط 7 أذرع أخرى تنتظر الحلول محلها. حاول أن تتغلب على هذا الحيوان الرخوي وقد تعلق إلى الأبد في عناق مميت. إن لم يكن التغلب على الأخطبوط هو الحل، يمكنكم أن تسقط حزام الوزن وتحاول التوجه إلى السطح.
معظم الغواصين ينزلون مثقلين بنحو 13 كيلوغراما من الرصاص على أحزمتهم أو أقل لمكافحة أي قدرة تعويمية يسببها الهواء العالق في خلايا بالذات الغوص. الأخطبوط المعلق برأسكم يزن نحو 18 كيلوغراما، ولو أفلتتم الحزم ستظلون غارقين. وهناك أمر آخر يجب التنبه له، قد يستخدم الأخطبوط الضخم ذراعيه الخلفيتين ليثبت نفسه في مكانه. عندما يحدث هذا يستطيع مقاومة سحب أكثر من وزنه 100 مرة، أي ما يقارب 1800 كيلوغرام. إلا إذا قدرت على حمل ديناصور لن تذهب إلى أي مكان. لذا ما العمل؟ إن أردتم أن تهربوا من قبضة أخطبوط قاتلة فعليكم أن تقرصوا مصاته ثم تنسحبوا بلطف من بين أذرعه. قرص مصاته الحساسة لن يغير شكلها فحسب بكسر عازل حافتها الخارجية، بل سيحفز مستقبلات الألم لدى الحيوان. إن كنتم طريدة قد يتجاهل الأخطبوط الإشارة ويحارب، لكن أخطبوط المحيط الهادئ الذكي لديه عينان متقدمتان شبيهتان بعيني الإنسان. يمكنه أن يرى بوضوح أنكم لستم طعاماً. في حال داغ كان اتباع هذه الخطوات البسيطة كافياً للإفلات من قبضة الحيوان الشرير. أقرص واهرب، هذا ما يجب فعله للإفلات.